أهلا بكم مشاهدين إلى أبرز الأخبار في دقيقة. الولايات المتحدة الأمريكية تتوقع فترة من عدم اليقين في الخليج بشأن إيران. واشنطن تعرقل طلبا أمميا لإجراء تحقيق في أحداث غزة. والإمارات تقدم مساعدات إغاثية عاجلة للفلسطينيين في القطاع. قتل 3 أفراد من تنظيم القاعدة إثر ضربة جوية في اليمن. بيونغ يانغ مستمرة بتفكيك موقع التجارب النووية. ارتفاع عدد ضحايا انهيار سد في كينيا إلى 48 شخص. فيسبوك تجمد 200 تطبيق بعد فضيحة كامبريدج أناليتيكا. ونساء باكستانيات يحصلن على درجات نارية بعد دورة تدريبية. وفي أخبارنا الصحية، الوجبات السريعة تقلل خصوبة النساء.